أنا حسناء طالب، عمري 27 سنة، مقيمة في الإمارات في دبي. لخديت لقب ديال The Youngest Millionaire The Youngest Trader في عمر 17 سنة من كنت في أمريكا. عضو في الغرفة التجارية الأمريكية، سفيرة السلام في الإمارات، وكمان I'm an entrepreneur. بديت في المجال في عمر ديال 17 سنة. 17 سنة انتقلت فيها من المغرب ومشيت فيها لأمريكا أساس إنه نكمل دراستي. باش نكمل دراستي بديت بالSpace Camp اللي درتها في ناسا for 3 months. The quote that I go by اللي هي If you can dream it, you can do it. أنا تحطيت بزاف من أول ما مشيت للناسا camp. كانوا ناس يقولوا لي Oh, you are not going to make it to NASA. I made it to NASA. وكانوا بزاف يقولوا لي Oh, you are not going to make any money from trading. You are losing money. And I made it. وكانوا بزاف يقولوا لي أنت علاش غادي تمشي الإمارات وغادي تمشي دبي. You don't know anybody there. و I made it here. So if you can really dream it, you can do it. And you have to believe in yourself. كنبغي نشكر الإمارات لأنه this is the land of opportunities.